يبقى هي اوكي الاكيوت مايلود لوكيميا دي يبقى موست كومن فورم من اللوكيميز في الادلت. ممكن تبقى جايه لوحدها الون برايمري او سكندري للايه ترانسفورميشن للمايلوبلاست ديس اوردر، كلهم ممكن يقلبوا في اكيوت مايلود لوكيميا. مشكلتها ان هي بتعمل بون مارو فيلير، فبتعمل بالور ليثارجي ويكنس نتيجه للانيميا، بتعمل نيوتروبينيا. وايلس وايت سيل كاونت مي بي فيري هاي، فانكشنينج نيوتروفيل ليفل مي بي لو ليدنج تو فريكوينت انفكشن، برغم ان فيلوكسيتاز عاليه جدا بس الفانكشنينج نيوتروفيل قليله فده يعمل ريكيرنت انفكشن. في ثرومبوسايتوبينيا بليدنج، في سبلينوميجالي، وفي بون بين، بون مارو شغال جامد ففي بون بين. البور بروجنوستيك فاكتور بقى لو هو سنه اكتر من 60 سنه، لو في لما عملنا بون مارو بايوبسي طلع اكتر من 20% منه بلاست بعد اول كورس من الكيمو، يعني كيمو ثيرابي ومع ذلك البلاست لسه فيه اكتر من 20%. السيتوجينيتكس في ديليشن للكروموزوم 5 و7، دي من البور بروجنوستيك فاكتور في ال في اللي هي البور في الاكيوت مايلود ليوكيميا. طب هنتكلم على الاكيوت برو مايلوسيتيك لوكيميا، اعتقد دي كانت بتيجي كتير في بارت 1 اللي هي البرو مايلوسيتيك لوكيميا. دي بتبقى مع 15 و17 ترانسلوكيشن فيوجن اوف بي ام ال اند رار الفا جين، present younger than other types of acute myeloid leukemia. الافريج 25 year old اللي هي البري مايلوسيتيك لوكيميا اللي هي التايب ام 3 فيها، يعني بيبقى بيجي ممكن في ايه عمر صغير 25 سنه. الثانيه بتيجي بتبقى في ميدل ايج. الاور رود دي سين في المايلو بروكسيديز ستين، لما بعملها بالمايلو بروكسيديز ستين دي اي سي او ثرومبوسايتوبينيا اوفن ات برزنتيشن وجود بروجنوزس. يبقى اللي هي ام 3 او برو مايلوسيتيك لوكيميا كانت بتيجي كتير، ان هي ممكن يبقى العيان بيبقى بريزنتد بالدي اي سي او ثرومبوسايتوبينيا، ميزتها ان هي جود بروجنوزس، بتيجي في ريلاتيف يونج ايج، بيبقى فيها اول رودز دي برضو 15 و17 ترانسلوكيشن وفيوجن بي ام ورار الفا جين. الكلاسيفيكيشن بقى فرنش امريكان بريتش، الام او اللي هو دي ام ديفرنشيتد، ام 1 without maturation يعني كل السيلز اللي فيها مش ماتيور، الام 2 with granulocytic maturation، granulocyte او نيوتروفيل بيبقى فيها شويه ماتيوريشن، في الام 3 acute bromyelocytic اللي احنا اتكلمنا عليها فوق، والام 4 granulocytic ومونوسيتيك maturation بيبقى فيه granulocyte maturation وفي مونوسايت برضه maturation اللي بيبقوا بيدوا يعني في بعض الخلايا فيها مديه شكل ان هي ممكن تطلع granulocyte او تطلع مونوسايت فده كويس. ام 5 مونوسيتيك بس، ام 6 ريثرو لوكيميك، وام 7 ميجا كاريو بلاستيك. اعتقد ده البريدوميننت سيل اللي موجود. A 75-year-old male presents following a fall whilst intoxicated. He has a sustained fracture, a right neck of femur, and admitted under the orthopedic team. He has past medical history of liver cirrhosis, ischemic heart disease, congestive cardiac failure. There is suspicion that he drank excessively. بأنه كان drunk يعني. On examination, his right leg externally rotated and shortened. He is thin and mild beating edema to his mid chin. His pulse يبقى عند lower limb edema حدش نوز التيبيا، والباس 92 وريجولار respiratory 18 والبلاد بريشر 121/72. الاكسجين ساتوريشن 94 in room air apart from a high expiratory wheeze is just clear to auscultation. الوايد بلاد سيلز 11، الاي ان ار 1.9 كده برولونج. The orthopedic team arranged for a transfusion of 2 units of fresh frozen plasma and 2 units of platelets before taking the patient to the theater. 4 hours after the transfusion, the patient has become unwell. Observation through respiratory rate بتاعه بقى 34 والأكسجين saturation نزل بقى 80 والهارت ريت بتاعه 120 بيت بير مينت and regular. The temperature 38. Chest x-rays performed at bedside which show bilateral shadowing was the most likely cause of patient deterioration. هو ده الكلام ده حصل بعد 4 ساعات. هل هي تعرفي معناها صح؟
دي لونج انجري. اسفي ترانسفيوجن اشيوتد عشان البيج دي ساتوريتد و حصل اللي هي ايه ال respiratory distress RDS. ايوه معلش. The history is not suggestive of community acquired pneumonia, so this is unlikely. Transfusion associated respiratory overload is an increasingly recognized complication of transfusion, which can result in significant morbidity and even death. Patient age over 70 are at increased risk of TACOD. The concept that one unit of bagged red cells lead to 1 gram per deciliter increment only apply to a patient weighing 70 kilograms. As a general guide, transfusion, a volume من 4 ملي بالكيلو جرام, typically give an increment 1 جرام per deciliter. التاكو can occur anytime within 6 hours of transfusion. Transfusion acute respiratory overload can present with any of the following: acute respiratory distress, tachycardia, increased blood pressure, or acute worsening of acute worsening of pulmonary edema. وانا بيحاول يقول لنا ان هي مش transfusion associated a circulatory overload, عشان هو اللي هو 1 unit of bagged RBC ممكن تزود 1 جرام بر ديسيليتر, فده مش ده اللي يعمل يعني وبيقول لك هو بيحصل خلال 6 ساعات مش خلال 4 ساعات زي ما هنا. بيبقى فيه acute respiratory distress, بيبقى معاه tachycardia, بيبقى معاه hypertension, و acute or worsening بيبقى معاه pulmonary edema. المانجمنت بتاع ال circulatory overload ده is with diuretics. Hematocrit should be measured in case where there has been dramatic elevation in hematocrit. Venesection may be required to reduce the risk of a stroke. While TACO is an important differential, in this case, the patient's symptoms start later than would be expected. In addition, in a risk of TACO is higher with bagged red cells than with fresh frozen plasma or platelet, again, making this choice less likely. يبقى هو a risk factor for transfusion اللي هي circulatory overload غالبا بيبقى بسبب ال bagged RBCs مش بسبب ال fresh frozen plasma, لأن هي بلازما ما فيهاش. وكمان هو هنا واخد بلازما وبليتلت, فده unlikely. كمان هو حصل هنا بعد 4 ساعات, هو السيركيولاتري اوفر رود بيبقى متوقع بعد 6 ساعات. Again, acute myocardial infarction would be differential to consider, but there is no chest pain suggested in this. So this is a not most likely answer. Similarly, AF leading to acute left ventricular failure is a differential to consider, and an electrocardiogram would be an important investigation, but the pulse feel regular and the patient, which make this less likely. بالنسبة بقى للtransfusion related acute lung injury, the most likely answer here, لأنه بيبريزنت بacute shortness of breath وhypoxia within 6 hours of transfusion. بيبقى فيه bilateral pulmonary infiltrate بتتشاف في الشيست اكس راي, and is often accompanied by temperature. هنا عشان فيه كان فيه shadowing, عشان فيه كان temperature, وخلاص الساعات ده بيخلي بيعلي ان هي تبقى lung injury. Whilst uncommon, it is the leading cause of transfusion related mortality. It is caused by human leukocytic antibody, human neutrophil antibody from a donor plasma. This occurs more commonly with platelet to fresh frozen plasma than with bagged red cells. Blood can be sent for serology. Anti-leukocyte antibodies are seen in donor plasma, which react with, يعني أنا ممكن ألاقي أثر المشكلة اللي حصلت, هلاقي إن في antibody في الإيه في الدم اللي اتنقل with recipient neutrophil antigen, هلاقي الأنتيجين النيوتروفيل الموجودة. The mainstay of management supportive, but intubation and ventilation are often required. وغالبا بيبقى supportive treatment, بس غالبا كمان بيوصل لدرجة إن هو يعمل ventilation وintubation. طيب ال blood product transfusion بقى complication بتاعتها. Blood product transfusion complication may be broadly classified into immunological, acute hemolytic, non-hemolytic, febrile, allergic, وanaphylaxis. Infective,
infection وacute lung injury وcirculatory overload أو hyperkalemia iron overload أو clotting. التابل هنا بي ايه summarize ال key features بتاعت كل واحدة. في اللي هي non hemolytic مجرد الفيبرايلي action، ده بيبقى نتيجة الانتيبادي reacted with cell fragment في blood والcytokines اللي هي جت من ال blood cell during storage. ال RBCs قاعدة فبتطلع شوية cytokines، ده أول ما بتدخل على في الترانسفيوجن بتعلي درجة حرارة ال recipient. الفيتشر بيبقى fever chill، بتحصل في ريسفولت ترانسفيوجن بنسبة 1-2%، البليس ترانسفيوجن من 10-30%، لأن البليس بتبقى موجودة بتبقى cold، فبساعات فيها معرضة إن هي تبقى infected أكتر من بقية blood product. المانجمنت slow أو stop الترانسفيوجن، اديله برامول ومونيتور، يعني هي على قد البرامول ومونيتورينج وslow أو stop الترانسفيوجن. انما الماينور الرجيك رياكشن دي فورين بلازما بروتين طبعا، بيبقى بايريتس وارتكاريا، الرجي عادي، وقف شويه ودي انتي هيستامين وبرده ومونيتور لوجيك عادي. الانافلاكسس نتيجه البيشنت اي جي اي ديفيشنسي هو هاف انتي اي جي اي انتي بودي، دي خدناها في الايه في الجنرال، بيحصل فيها هايبوتنشن وديزنيا ويدينج وانجيوديما. اهم حاجه بالنسبه للانافلاكسس هنا ان في هايبوتنشن مع بقى ديزني ويزنج، وبيبقى ايه انجيو دي مغرب. طبعا لازم توقف ترانسفيوجن، تدي اي ام ادرينالين و اي بي سي اير واي وكده واكسجين وفلويد. تمام. الاكيوت هيموليتيك رياكشن بقى الانكومباتيبيليتي دي هيومن ايرور بقى، فيفر ابدومينال بين وهايبوتنشن. هنا نوقف ترانسفيوجن، اهم حاجه اكونفيرم الدايجنوزس، تشيك الايدنتي اوف بيشنت ونيم اون ذا بلاد برود، اشوف انا غلطت ازاي، send the blood for direct Combs test to repeat typing and cross اعمل cross matching تاني واشوف Combs test هل في اوتو انتيبادز موجوده، وبرده supportive care. هنا الكاركترستيك اللي هي الابدومينال بين برده. reaction transfusion associated circulatory overload دي عباره عن يا اما excessive rate of transfusion او العيان اوريدي عنده heart failure، بيبقى فيه pulmonary edema، بيبقى فيه hypertension، برده بوقف او بستو transfusion. Consider intravenous loop diuretic بدي فلوسيمايد واكسجين، زي يعني floor overload تبقى supportive treatment وبدي حاجات تنزل اللود ده. Transfusion related to lung injury non-cardiogenic pulmonary edema thought to be secondary to increase vascular permeability caused by اللي هو ال host neutrophil بتبقى activated by substance في donated blood. المشكلة هنا في lung injury دي neutrophil تبقى activated، بيحصل هايبوكسيا، بيحصل بيمونري انفلتر في تشيكس اكس راي، فيفر وهايبوتنشن. هنا وقف برضو ترانسفيوجن اوكسجين وسبورتيف كير. يبقى هنا اللي فيه هايبوتنشن الانافلاكسز الاي بي او انكومبيتابيليتي واللونج انجري، كل دول معاهم هايبوتنشن. اللي هو كارديو سيركيوليتري اوفرلود بيبقى معاه هايبرتنشن. الفورسن انفورميشن الاكيوت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن ريزلت فروم ميس ماتش بلاد جروب اي بي او ويتش كوز ماسيف انترا فاسكولار هيموليسيس، من الحاجات اللي بتعمل انترا فاسكولار هيموليسيس. This is usually the result of red blood cell destruction by IgM type antibodies. Symptom begin minutes after the بعد دقايق، وبتبقى فيفر ابدومينال وشست بين اجيتيشن وهايبوتنشن. التريتمنت ترانسفيوجن ترمينيشن، جنرال فلويد ريسوسيتيشن، سالاين سوليوشن و informing the lab. The complication بيبقى DIC و renal failure طبعا. The non-hemolytic fibrillary action هو دايما بعيد الكلام. Due to HLA antibodies often the result of sensitization by previous pregnancy or transfusion. Paracetamol may be given. ده لطيف لو non-hemolytic fibrillary action. الالرجي بقى اللي هو anaphylaxis، بيبقى في ارتكاري ارجي او انافلاكسيس، دي هايبر سنسيتيفيتي اكشن كومبنسيشن وذن ترانسفيوجن. سيمبتوم تيبيكالي ارايز وذن مينيت ستارتنج ترانسفيوجن. السيفيرتي قلنا من ارتكاريا لانافلاكسيس وهايبوتنشن بالانتي هيستامين حسب الليفل، يعني اعتقد دي حسب الليفل، كورتيكوسترويد بقى وانتي هيستامين برونكو دايليتر حسب السيمبتوم بتاعت البيشنت ممكن اعمل لها تريتمنت. اللي هو اللانج انجري بقى هايبوكسيا development hypoxia acute respiratory distress syndrome في hypoxia pulmonary acid دي مهمة، بيبقى في hypoxia pulmonary infiltrate في chest x-ray fever و hypotension.
اللي هو التاكو بقى relatively common reaction due to fluid overload resulting in pulmonary edema as well as feature of pulmonary edema the patient may also be hypertensive. أكيد differentiate difference from اللي هو transfusion، يعني الاثنين فيهم pulmonary edema بس اللي هو circulatory overload بيبقى معاه hypertension، التاني بيبقى معاه hypertension و fever و pulmonary edema. Infective بقى transmission of اللي هو الفيروس ده اللي هو VCGD virus although the absolute risk is very small VCGD virus may be transmitted via blood transfusion. A number of steps have been taken. اللي هي الحاجات اللي عملوها ان هو من سنة 99 كل الدونيشن بتعمل ريموفال اوف وايت سيل بيعمل ليكو ديبليتد، عشان كده بقول لك ما تطلبهاش اصلا انت كده كده ليكو ديبليتد in order to reduce اللي هو الريت بتاع ال VCGD infectivity. من 99 برضو البلازما derivative have been fractioned from imported plasma rather than being sourced for new key donor. يبقى انا بجيب البلازما من بره ما بديهاش من هم الناس اللي في يونايتد كينجدوم. Fresh frozen plasma used for children and certain groups for adults needing frequent transfusion is also important. حتى الفريش فروزن برضو بستوردها. من 2004 دلوقتي recipient of blood component have been excluded from donated blood. برضو بحميهم الناس اللي هم بياخدوا على طول مثلا frequent transfusion بمنحهم ان هم يتبرعوا عشان الدم بتاعهم برضو بقى معرض ان هو يجيله فيروس اي. فده قضى شوية على VCGD.